ايه انت بتتكلمي عني كده ازاي؟ انا بزنس وومن شريفه ومحترمه وعمري ما خدت مليم واحد مش من حقي. هو انا لو كنت نصابه كنت هتلاقيني في المنطقه الحقيره دي؟ انا كان زماني قاعده في واحد من احسن الاوتيلات في لندن ولا في روما. هما يومين هثبت براءتي وارجع تاني لحياتي الطبيعيه، لفيلتي وعربيتي وشركتي وعملائي وموظفيني. انا مش هطول في القرف ده ومع الناس والاشكال دي. بس خلصت كده؟ ما خلصتش. اهدي ماشي. كوريا ما تقصدش يا هيدا هانم، يا جمالات هانم، يا جمالات ما تأخذنيش. كوريا دي بنت جدعة جدا وبنت بلد، وبكرة تعرفي قيمة الكلام اللي بقوله ده. بعدين انت كوريا فيه مالك؟ الهانم هتدفع لي 500 جنيه إيجار الأوضة في الشهر، مش قليلين يعني. 500 جنيه تحوشيهم كل شهر على الفلوس اللي معاكي، وتعرفي تسددي فلوس تنكيس البيت للجدع اللي اسمه سلومة الجزار اللي شبه العكاوي ده. قلت ايه؟ ماشي، هي الفلوس مش القصة يعني، هي بس تقعد مع سندس تلغيها وتاخد بحسها وانا مش موجود. ايه ده؟ سندس دي قطة؟ شكري I'm allergic to cats. شوف بتشتمها. لا بتقولك ربنا يشفيها يعني، ربنا يشفيها. عندي حساسية من القطط. لا يا اختي ريحي نفسك، مش قطه هي، سندس دي خالتي ونايمه جوه، وعلى فكره غلاوتها من غلاوه المرحومه امي بالظبط، يعني تدوسلها على طرف بس ولا تزعليها هشرب من دمك بالشفاط. اهدي اهدي شفاطتي، ايه صلى على النبي. بقول لك ايه، انتوا خلاص ما تفرجوش علينا الناس مره، انتوا قرايب واتفرقتوا واتقابلتوا تاني. بعدين مش فاضلكم، عاوز انزل اشوف باك لعيشي. استهدوا بالله اقعدوا مع بعضيكم كده، يا سلام على جمالكم، ناقصكم قفص عصافير تقعدوا فيه. السلام عليكم. علي افتح الباب يا علي. علي مساء الخير. مساء النور. نقيب يسرع بحق مباحث أموال العامة، ممكن أدخل؟ أهلا وسهلا، تفضل تفضل. قلت لك 100 مرة يا سلومة وأنت داخل ابقى اعمل حس ولا خبط ولا اتصل قبل ما تيجي بالتليفون. إيه يا أخويا بتخضني؟ الله قطعت لي الخلط أكتر ما هو مقطوع. حد يتقدم الجوز وحبيبه يا فرس بطن البقر أنت. جبت جبت لي الكيوي؟ أحلى 2 كيوي لا أحلى نونو في الدنيا. خليني النهاردة ما طبختش، ومسلوق لك بالطين، شغل البيت هالدنيا. بالطين؟ لا أنا مش جعان قوي كده، ده اللي يشوفك يشبع يا قمر. طب زيح نفسك شوية كده، إزاز الأكلادور هتقع على الأرض. ريحتك زفرة من اللحمة، قوم استحمى يا راجل واغسل بقك من جوه بالصابون. على إيه بقى؟ ما أنا كده كده كنت نازل المحل، أنا قلت عد عليك بالفاكهة ونقعد مع بعض شوية، لكن الظهر ما فيهاش وقعت، أنا نايم. بقولك يا نعم. ابقى عدي يا أخويا على الدكتور بتاع الرجالة، شوف لك حل في موضوع الخلفة دي، أنا نسوان الحركة الوش. ولازمتها إيه العكننة دي؟ تعلمك بقى أنا زي الفل، أنا جامد قوي. ما تسمعيش كلام الدكاترة، الحاجات دي بتاعت ربنا، لما يأذن العيل هيجي العيل. بس انت نايمين عليكي عشان نعرف نجيب العيل. في جسخة نايل عوز بالله، كان يوم اسود يوم اتوشتك. يوم اسود صحيح، كتك 60 نصيبة الهي ما ترجع. لا استنى افتح انا. اهلا. انت مين؟ ايه ده؟ هي مش دي فيلا ابو طالب ولا انا اتلخبطت في العنوان ولا ايه؟ ادخل يا باشمهندس طارق، ادخل. انت تعرفني؟ طبعا. انا كنت عدي عليك كمان شويه. بس يبدو كده ان انا حظي حلو. اصل بيقولوا ضابط المباحث لما يسعد يلاقي اتنين من اللي مطلوبين في طلعه واحده. ايه ده؟ نو بروبلم.
الباشا بيأدي شغله وإحنا للأسف شغله. هو الموضوع روتيني وبسيط جدا جدا، هو هيسألنا سؤالين وإحنا نجاوب بس، ده الموضوع. هو إحنا متهمين بحاجة؟ طب اسمع بقى يا حضرة الضابط، كان ممكن تتصل بالتليفون أو تبعت أي حد. أنا مهندس لكن أفهم كويس قوي في كل حاجة، وبعدين إحنا لو مطلوبين للشهادة الكلام ده يبقى في النيابة. برافو، خلصت المرافعة بتاعتك؟ خلصت المرافعة بتاعتي. تمام، فين هايدي بقى؟ سبحان الله، كلنا بنسأل نفس السؤال، فين هايدي؟ تعرف ساعتك إن إحنا كنا هنبلغ عن اختفائها، إنما خلاص الحمد لله، طالما اتجاهنا واحد لازم نوحد جهودنا مع بعض وكل واحد يمشي في اتجاه، واللي يلاقي حاجة يبلغ التاني. لا ده انت بتهزر، الغد دلوقتي بتعامل بشكل ودي، لكن انا عندي اجراءات قانونية كتير ينفع اعملها معاكم، وخصوصا ان يبدو كده ان انتوا شركاء معاها، وساعتها بقى كلامنا مش هيبقى مجرد اجراء روتيني خالص، فالافضل ان احنا نتعاون مع بعض بجد، وبلاش بقى الكلام اللي هو ضحك عليها طلقها وهرب وكلام التلامذة ده ما بياكلش معايا خالص. تمام؟ انا قاعد بسمعه. اتفضل. انا نازله الكوافير راح اشوف اكل عيش، كفايه وقف حال. عاوزه حاجه؟ عايزه اكل، جعانه قوي بقالي كتير قوي ما اكلتش. وبعدين يعني انت هتنزلي وتسيبيني ازاي في المكان المرعب والغريب ده؟ يا سلام، امال ايه يا اختي؟ اقعد معاكي حروسك فوتيكارت. ثم بقول لك ايه، انت ما تمشيش لوحدك، انت معاكي سندس جو. سندس مين؟ سندس خالتي يا اختي، انت نسيتي ولا ايه؟ بعدين انا خالتي دي مكركرو تتحط على الجرح يتيب كده. بعدين انا اصلا قبلت انك تقعدي معانا علشان تونسيها، ده هي اللي كتر خيرها انها تقعد معاكي. اتفضلي، ده اكل اهو، لو عايزه بقى تسخنيه عندك المطبخ جوه، بس اوعي تولعي النار قدام سندس، بتترعي، بتفتكري الحادثه بتاعت جوزها وابنها وبتقعد تعيط وتصوت. اخ اف ايه ده؟ ايه بصار؟ لا انا ما باكلش من البسله دي، اطلبي لي دليفري. ايه؟ بقول لك ايه؟ احنا ما عندناش حاجه من اللي بتقولي عليها دي خالص، هو ده اللي موجود. وبعدين انت هتقعدي معانا يبقى تاكلي من اكلنا وتشربي من شربنا. حبيبتي انا ما باكلش من القرف ده، برجع. لا انت تحترمي نفسك وتتكلمي عن نعمه ربنا عشان ما تزولش من وشنا كلها ببوزك الفقر ده. انت اللي تحترمي نفسك، انت ازاي تكلميني كده يا حيوانه انت؟ انت بتشتمي كمان؟ بشتمك طبعا. هي بتشتمي وماله اصله ده؟ شفتي عفريت؟ عفريت دي مرعبه جدا. انت بتقولي على خالتي انا مرعبه؟ صدقي انت لو ما كنتيش في بيتي انا كنت قطعتك بسنان. بيتك؟ هو انت بتسمي الخرابه المعفنه دي بيت؟ بعدين انا قاعده هنا بفلوسي. تصرفيكم في فلوسك يا اختي، مش عاوزين، استغنينا. بقول لك ايه، انا اصلا ما عادك هنا واجب لخلي شكر، لكن خلاص واجبك واجبه خلصوا، يلا توكلي على الله من هنا. اسمعي يا اسمك انت يا كندا يا كوريا، كوريا اتصلي بشكري حالا، عايزه اكلمه. يلا يا سلام، اتصل بيه. يعني انت يعني جيتي في جمل؟ ايوه خير. هاتي. الو، اسمع يا شكري، تيجي تاخدني من هنا دلوقتي حالا، انا مش هقعد في المكان ده ولا مع الانسانه دي زياده، ولما تيجي انا ليا كلام معاك. قولي له تجيب قرش نشوه، عايزه اتنشا. ايه؟ نشوه. خليكي هنا شويه وما تطلعيش. ها انت هتمشي وتسيبني لوحدي يا
ستي في ايدي نص ساعة، وبعدين البنت دي هيطلع منها بيزنس كويس، انت عارفة بنخلص شغلنا ازاي. الله في ايه؟ فكي كده، فكي فكي بقى. الله